صباح الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من كلام بيروت. إصرار على تغليف جو التشاؤم بشيء من التفاؤل هو الغالب على كل ما عداه، هذا الانطباع خرجت به صحف بيروت اليوم، معتبرة أن الأمور كانت قاب قوسين أو أدنى من إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، ولكنها عادت فجأة إلى ما قبل المربع الأول. لبنان عقدة العقد المعقدة إلى أين؟ وإلى أي حد يتوقف مصيره اليوم على حبال صراعات المنطقة؟ سؤال أطرحه على ضيفي المحامي والكاتب الأستاذ ألكسندر نجار. صباح الخير أستاذ ألكسندر، أهلا وسهلا بك. من وحي التوصيف يلي أطلقته بقاموس عاشق للبنان عن لبنان هذا البلد، عقدة العقد المعقدة، سنبدأ الحلقة بالعقدة الأساسية المتمثلة بموضوع تشكيل الحكومة. هذه العقدة عكسها أرمان حمصي بكاريكاتير نهار، طرفاها من ميل تأليف الحكومة ومن جانب آخر تأليف قانون الانتخاب. عقدة مثل ما شايفين محكمة التعقيد. للأسف نحن وقت صار الانتخاب الرئاسي ونسد الشغور كنا في نوع من التفاؤل اجى عند بعض اللبنانيين انه راح يصير في هالزخم هيدا الموجود نفتح صفحه جديده ونطوي صفحه الخلافات، ولكن للاسف بعد ايام حتى مش اسابيع من الانتخاب تبين انه العقد نفسه عادت الى الواجهه، ولدرجه انه الاشخاص اللي كانوا عم بينادوا انه يصير في سله قبل الانتخاب الرئاسي للاتفاق على جميع المواضيع الشائكة صاروا اليوم عم بيشوفوا بالتهكم يعني هالموضوع هيدا، بيقولوا انه نحن قلنا لكم ونبهناكم على هالموضوع. والحقيقة انا اللي شايفه كثير مؤسف هو انه غير المحاصصة وكل واحد بده يرجع الوزارات السيادية وغير سيادية، وهذا اكيد مهزلة بالنتيجة لانه اليوم الوزير جاي يخدم وطنه مش جاي يعمل خدمات. نعم. واكيد كل واحد هلا اليوم بده حقيبه لانه عم ينظر للانتخابات النيابيه. انا بعتقد المشكله الرئيسيه بلبنان هي انه مبدا فصل السلطات تبع موتسكيو اللي هو اليوم السلطه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه، عم نشوف اليوم انه السلطه التنفيذيه جايين عم نكونها وكانه هي برلمان، في حين انه هي سلطه تنفيذيه. نحن اليوم منا مضطرين مثل بالبرلمان نرجع نشكل يعني يتمثلوا جميع القوى الموجودة سياسيا على الأرض. نحن اليوم هيدي حكومة جاية لتنهض بالبلد، لتحارب الفساد، لتفتح صفحة جديدة. وقت عم نرجع نشوفها أنه بتشكيلتها كل واحد بده يطلب، حتى في أشخاص ما بيمثلوا شيء صاروا عم بيطلبوا أنه يكون عندهم حقيبة وكذا، أنه اليوم عم بيجربوا كأنهم بدهم يعكسوا البرلمان بالحكومة. بهذه الحكومة وعدد الحكومة شيء يعني مؤسف انه 30 عم بيحكوا ب 30 اليوم، بوقت انه المانيا 19 وسويسرا 7، يعني عشو هال 30؟ ما هذا كله انفاق اضافي، واصلا كثره هالوزراء ما بتخول اصلا رئيس الحكومه يقدر يحكم. يعني نعم. دوغول بعد الحرب العالميه الثانيه جربوا يالفوا وقتها وزاره مؤلفه من الاحزاب، وزاره اتفاق يعني مثل وحده وطنيه، استقال كتب هو بوقتها انه نحن انا ما بقدر احكم حكومه يعني اقوم بالدور المطلوب مني بوجود تيارات بتمثل احزاب وكل واحد رايه متضارب مع الاخر. فبعتقد اليوم نحن فايتين مثل ما تفضلت وقلت انه رجعنا على الصفر وفايتين بنفق طويل اذا ما تدركنا هالموضوع، وبعدين ربط الامور ببعضها على طول منشان اكيد دائما بيكون فيها خلفيات، ما حدا يفكر انه هيك فجأة اجوا قالوا بدنا نربط، بيكون مثلا مطلوبة العرقلة وهيدي بتكون ذريعة على طول، يعني بيجربوا يخلقوا ذرائع منشان يأجلوا ويأخروا. تبليل التأخير يعني بإجابتك أتيت على عدة عناوين رح نقشهم تباعا، بس تعقيبا على ما تفضلت به بأنه مش مطلوب من كل مجلس النواب أن يكون موجود بالحكومة. نعم. اليوم سيدة إلهام فريحة بالأنوار بتقول أنه لازم يكون في هيك تولد ثلاث حكومات
بفرد وقت هيك ربما بيكونوا كل مجلس النواب اما يلغوا ساعتها خلوا مجلس النواب يحكم هو ولا هالمشكلة. يعني لو حكومه ب 128 يعني انه مش هذا المطلوب يعني. بس انا مثل ما عم بقول انه في نيه بعدها للعرقله يعني. اليوم في اشخاص ناطرين انه ربما هلا اللي حصل بحلب انه ينعكس بصوره ما على الوضع الداخلي. في ناس ناطرين انه ربما هلا ترامب وقتها رح يتولى زمام الامور كمان بده يشوف الموضوع. بس بهالوقت هيدا البلد عم بيتدهور. ساءت الناس والعرب فيه كمان بعدهم كلهم الناس ما حدا يعني ما حدا يفكر انه بمجرد ما اجى رئيس جمهوريه رجعت الثقه لهالبلد. نحن كمحامين عم نشوف انه بعده الولد بلد جامد والناس ناطرين اكيد. يعني اليوم رئيس الحكومه المنتخب بيوحي بالثقه والرئيس الجمهوريه انه في كتير ناس كمان بيحبوه ولكن واعتبروا انه ممكن هالتحالف هيدا ينقل يعني يعكس الامور ايجابيه على البلد. بس على الارض بعد الشركات ما عم تشتغل بعد المواطنين بحاله يرثى لها بعض الاشخاص يعني ما عم نحس على الصعيد الاقتصادي ولا شيء انه ما فينا ننطر يعني ما في حل يكون بعد. في حل جذري وسريع. ما بنقدر نضل قاعدين بالمتاهات تبع هالسياسيين وكل واحد بده يسجل نقاط على الاخر. وانا حاسس فعلا انه في نيه للعرقله مقصوده. من اجل ماذا؟ من اجل ماذا؟ اولا في اشخاص متضررين من وصول الرئيس عون الى السده الرئاسي ونوع من انتقام ولا انه ما بده يسهلوا له مهمته وبعقله. في من حلفائه يعني بتقصد ام ممكن من اللي بيعتبروا حالهم حلفائه. وكمان في اشخاص كمان ما بينسبهم يجي رئيس حريري سعد الشيخ سعد رئيس للحكومه كمان ما بده يسهلوا له مهمته. نعم. وفي اشخاص كمان متضررين من التقارب القوات والتيار كمان ما يعني في هالشق هيدا. في الشق الاقليمي اللي بعض الاشخاص بيعتبروا انه هلا سجلوا نقاط اذا بدك سياسيه بالانتصار اللي صاير بسوريا على اساس انه بده يعكسوا هون. وفي اشخاص معتبرين انه هيدي بركي نقدر نعمل نوع من شانتاج لناخذ القانون الانتخابي اللي بدنا اياه. يعني بالاخر بيعتبروا انه بركي الشيخ سعد اذا حطوه بهال قالوا له اليوم ما رح تقدر تالف حكومه الا اذا بدك تقبل بهالسله هي. كمان بمر يعني هن بتفكيرهم انه بمر القانون الانتخابي اللي هن يعني بنسبهم حسب القياس تبعهم يعني. وفي اشخاص ممكن ناطرين اقليميا يعني. كل هالعوامل هاي عم بتخلي انه بالنتيجه هالبلد بعده جامد وهالزخم اللي كنا يعني متاملينه نحن على علات الوضع يعني. احنا اكيد مش راضيين كله كالوضع بس انه على علاته اقل شيء كان انه تتحرك العجله شوي الاقتصاديه المعيشيه. هلا كل شيء بعده جامد بالعكس بعتقد عم تعطي احباط يعني. كنت بفتكر استاذ نجار انه وقت اللي انتخب الرئيس عون كنت معتقد انه سنكون امام طريقه جديده بالحياه السياسيه واليوم احبطت؟ لا للحقيقه كنت متامل انا انه تعطي مثل امل للمواطنين وتحس انه هالائتلاف الجديد اللي حصل هالتوافق ممكن كان يعطي. وبعدين انه سده الرئاسه هالشغور هيدا خلصنا منه فينا ناخذ هالشيء بشقه الايجابي. هلا الشق المنه ايجابي اللي انا من الاساس يعني شايفه كنت انه طريقه اداره البلد ومن اول ما نبلشوا تطرح الاسماء للحكومه صار في طلبات من بعض الفرقاء مش بس نفس الحقائب بس نفس الاشخاص على هالحقائب. فهمنا انه ما راح يتغير شيء يعني. اليوم وقت عم نرجع ناخذ نفس الفريق مثل بماتش فوتبول مثلا بترجع تاخذ الفريق نفسه اللي خسر 5-0 و6-0 بده يخسر يا 5-6-0. المشكله انه ما عم يرجعوا ما في دم جديد ما عم بيطعموا يعني. اليوم اذا بدك تعمل سياسه جديده بدك دم جديد. انا من الاساس بعتبر انه هيك حكومه هلا بهالمرحله هاي اللي جاي لست اشهر لازم حكومه اصلا تكنوقراط لتبلش تنهض بالمشاريع واصلا وقتها قصير ولكن باللي متاح. ثاني شيء تحضر هالانتخابات يعني ما عاد عندنا وقت يعني. اذا ب 20 ايار بدها تصير والهيئه الناخبه قبل 3 اشهر يعني بعد عندنا شهرين انجا لنقدر نعمل هالقانون هيدا. وهون برجع على الفصل السلطات. اليوم البرلمان هو المفروض يحكي بمساله القانون الانتخاب. ليش عم نحطها اليوم
عم نربطها بالحكومة، شو خص الحكومة أصلا اللي هي سلطة تنفيذية والسلطة التشريعية؟ هالخلط هيدا يعني عم نحس فعلا الدستور ديجا انتهكناه مرتين بالتمديد، انتهكناه عندما كان في شغور الرئاسة والبرلمان صار يعتبر كل واحد يفسر على ذوقه الدستور مع أنه هو واضح، وهلأ رجعنا كمان على هرطقة دستورية أنه عم نربط تأليف حكومة بمشروع قانون ما هي مش شغلتكم هيدي، خلوا البرلمان يعمل شغله. بأي حال بكتابك أموس عاشق للبنان بتقول أنه اللبنانية ما زالوا يختلفون على أمور جوهرية مثل الانتماء والهوية والوطنية ومفهوم الآخر. تفتكر أنه هون المشكلة حقيقة اليوم أبعد من قصة هالحقيبة من هون أو هالوزارة من هون؟ بعتقد في على القليل بالنسبة للنواب لنحكي قلة وعي بما هي المصلحة العامة، يعني وقتها بيجي يعني المفروض النايب يبلش قبل ما يفكر هو بموقفه بمنصبه كنائب ولا كمستقبله كنائب. اليوم عندك قانون انتخاب ما لازم يفصلوا على قياسه أول شغلة، تاني شيء يمدد لنفسه، يعني في عندك في مثل انفصام بالشخصية إنه من جهة أنا الشعب انتخبني لمثله ولأقوم يعني بما يكون ضمن مصلحة الشعب، من جهة تانية بتشوف السياسيين عنا كل واحد عم بيشتغل على أساس غير الطائفة أكيد بس كمان مصلحته الشخصية، وأساسا هذا التأم الموجود أصلا ما عاد مفروض يكون موجود كله سوا، لأنه نحن ما في أمل بهالبلد إذا بقينا على هالنمط. الأمل هو بقانون انتخاب جديد؟ تعتقد أنه أي قانون رح يجي رح يفرز طبقة سياسية جديدة أم أن الاصطفافات والنار المذهبية رح تبقى الأمور على حالها؟ هو معك حق يعني بس لازم نجرب على القليلة، يعني ما فينا نجي نقول مثلا أنه قانون مختلط مثلا رح يفرز نفس الطبقة، ممكن إذا فرز دجا ربع نص بيكون عظيم، ولكن إذا بقينا على نفس الموال ونفس القانون ونفس الطبقة أكيد ما رح يتغير شيء، لأنه هالأشخاص هولي سميت أنا المافياتور، يعني هن المافيا من ديكتاتور المافيات قاعدين موجودين، كل واحد بيقسم لأخذ حصته وبيسكت عن تجاوزات وفساد الآخر اللي هو يسكت له بالآخر بهالبلد كيف اصلا كيف مضاين بعد، يعني انا بعتقد هو العجوبة الدائمة مش هيك وانا حطيتها بكتابي يعني انه بلد العجوبة الدائمة. رح نحكي عن قانون الانتخاب وغيره، بس بموضوع تشكيل الحكومة اليوم بحسب الصحف رئيس الحريري مثلا كتبت السفير انه اطفأ محركاته ولم يغادر بيروت لا وسطاء ولا مشاورات لا بالسر ولا بالعلن، وهو يرفض استدراجه أو ابتزازه إلى حد قبوله بترأس حكومة لا تشبهه سياسيا وتشكل انقلاب على خياراته السياسية. أكيد. من خلال هالكلام هل بتشوف أن هنالك من يسعى لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل ال 14 شباط 2005؟ اليوم في عم بيرجعوا لسلس معطل حتى بلا الجنرال عون، يعني إذا استثنينا جنرال عون يكون في سلس معطل، بعدين في من بعض الأشخاص الرموز فترة الوصاية السورية مش بس عم تقترح نوعا ما عم تنفرض، وهذا أخطر بعد. أنا أكيد أنه بعتقد اليوم بعد أفضل ما يكون في حكومة ضل بهال يعني على الوتيرة هيدي رغم كل المشاكل اللي الاقتصادية اللي حكيت عنها اللي قاعدة ناطرة أنه يصير يجي الفرج. نعم. ولكن الواحد ما لازم يرضخ للشانتاج اللي عم نحكي عنه، يعني اليوم ما مفروض أبدا، يعني اليوم إذا رئيس الحريري هو بيمثل تيار معين انتخب رئيس عين رئيس للحكومة، مفروض أنه عنده كمان يكون في فسحة. نعم. لا يقدر كمان يشكل فريق العمل اللي مناسب، يعني مش أنه يكون يعني تحت ضغط معين لفرد حسابات معينة ونرجع على السلسلة المعطل من دون حتى يعني في قلة في أزمة ثقة كمان حتى بين فرقاء 8 أذار إنه ما عادوا صرفة بدهم حاسين نفسهم إنه مضطرين يفوتوا رموز من الفترة السابقة من شان إنه يطعموها بطريقة إنه تحفظ لهم مثل الأغلبية أما يعني هالنسبة اللي بتمكنهم من تعطيل الحكومة وكأنه يعني البلد بألف خير. حتى عم ينحكى اليوم عن ودائع
لحزب الله، وهو كلام يذكرنا بما كان أيام حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عن ودائع للنظام السوري بالحكومة، يعني نفس التعابير عادت لتستخدم اليوم بحسب حتى أسماء نحن فكرناها خلص صارت بالمحاقبة النسيان. يعني فعلا أنه مثل كأنه ما صار شيء. هذا الغريب، انه هالبلد ما بيتعلم من الماضي، ما بيتعلم من اخطائه، يعني ما ضد عقله يفتح صفحه جديده ويفوت بمنظومه جديده. يعني بعدنا يعني هالمواطن اللي هالشاب مثلا اللي خلق من 20 سنه و15 سنه و30 سنه، انه شو عم نعطيه؟ عم نعطيه نفس الاشخاص بنفس الوتيره بنفس التعطيل. يعني شو هالأفق اللي عم نعطي لهالمواطن اللي عم بيدرس وياخذ شهادته وشو عم بيشوف؟ فرد هالأسماء هل بتربطوا بكلام الرئيس السوري قبل كم يوم بخصوص لبنان وبخصوص ما في شك. انه ما في شك. على الرئيس ان واضح. يعرف انه أكيد. لا يمكن النقي بلبنان اكيد واضح مربوط واضح. هذا كلام كثير خطر، لانه اصلا لبنان هذه سياسة النقي بالنفس هي اللي لحد هلا حافظت عليه نوعا ما من هالنيران اللي عم بتصير حواليه. بقى اليوم بده يزجونا بهالمعركة هيدي، ما اصلا ما انتهت المعركة. مش عم بقول انا انه مفروض تنتهي لصالح شخص ولا الثاني، هذا غير موضوع، بس اللي عم بقول انه نحن اليوم بمنقى عن هالموضوع، رغم انه مع اللاجئين السوريين وكذا انه ما فينا نقول انه بمنقى اليوم. نعم. عم ندفع ثمنها غالي لهالازمه، ولكن على القليله من الناحيه الامنيه نوعا ما في نوع من نوتراليتي، يعني ما حياد عن الموضوع. ولكن انه اليوم اذا مطلوب انه لا نكون نصفي مثل جبهه، انه لبنان ينفتح كجبهه لخدمه النظام السوري، اكيد هيدي شغله ما حدا يعني مش مفروض تنقبل، لانه نحن اليوم بهمنا بلدنا انه نبلش بحالنا ونحمي حالنا. بناسب حزب الله هذا الامر؟ نعم بناسب حزب الله انه يكون لبنان هذه الجبهه اليوم؟ بتصور بناسبه؟ اكيد بناسبه. كي يصرف النظر عن ماذا؟ لا هو اكثر انه ما بده حدا، انه بده يضل حاسس حاله انه عنده حريه مطلقه بالتصرف. نعم. من دون انه حدا يحاسبه على اي موضوع. هلا وجوده بسوريا في يتناقش انه فينا نعتبر انه من جهه في شيء كان ايجابي وشيء سلبي، مش هون الموضوع، بس انه اكيد هن المفروض اكثر ناس يحرصوا لانه عارفين شو عم بيصير هونيك على تحييد. وانا بعتقد بفتره ما لعبوا هالدور، بس هلا اليوم انه ليش لانه صار في انتصار بحال بدنا نرجع نقله بالطاوله. ما بعتقد تحييد الموضوع مثل ما صار، واكيد حزب الله بفتره ما لعب دور الحياد، يعني ساهم نوعا ما المفروض يكفي بهالوتيره هيدي، لانه اي صب زيت على النار على الموضوع بده يرجع ينفجر بالداخل اللبناني اللي هو اصلا يعني الفتنه واقفه مثل ما بقول عسوسه ونقطه. الحريري بحسب سابين عويس لن يبلغ مرحله الاحراج فالاخراج، ولم يقبل بحسب ما نقلت عن مصادر مستقبلية بانتخاب عون ليتراجع أو ينسحب أو يعتذر عن عدم التكليف فيخلي الساحة لحزب الله بالكامل. بتعتقد رح يضل الضغط قائم حتى دفع الرئيس الحريري للاعتذار؟ أنا بعتقد عنا مثل الرئيس تمام سلام. تمام سلام يعني بعتقد كل شيء واجه كل الصعوبات وضل واقف. بعتقد ما في خيار، يعني ايام كثير وقت يوصل الواحد على مركز مسؤوليه مثل هيدا ما بيقدر يتخلى عن المسؤوليه، لانه تخليه عن المسؤوليه حتى من ناحيه المبدا ممكن تولد مشاكل اكثر من بقائه بالمسؤوليه. بعتقد انا انه اليوم اكيد يعني الرئيس الحريري اصلا ما مفروض ابدا، بالعكس مفروض يضل على موقفه. وبعتقد انه الجنرال عون مفروض كمان يتفهم يعني الأزمة الموجودين فيها، وهو نفسه يساعد لتأليف الحكومة، لأنه اليوم هو مكبل. يعني اليوم كل طموحاته أما مشاريعه إذا في مشاريع جدية ما بتقدر تتنفذ طالما ما في حكومة. طب بقائه بالقصر شو بما أنها هي شغلة أنه هي غاية بنفسها وصل على القصر بتأمل هيك؟ أنت أنه هون الدستور يحسمها انه هيدا الموضوع بالنهايه من اختصاص أكيد رئيس مكلف. ما انا هيدا المشكله، هيدا اللي عم بقوله من الاساس، يعني بغض النظر عن من سيرضى او أكيد يزعل. اكيد انا محل الشيخ سعد بعمل حكومه تكنوقراط، وهيدا هذا الموجود. نحن بدنا ننهض بالبلد اصلا، هيدي حكومه لفتره مرحليه
للانتخابات الرئاسية ولنبلش نشتغل النيابية ولنشتغل على الأمور الاقتصادية. أنا جبت لكم أفضل أشخاص بأفضل المراكز مع مراعاة أكيد التوزيع الطائفي لأنه للأسف البلد هيك مركب يعني. ولكن إذا بده يقعد يردك الواحد أنا بيوخنا أنه في أشخاص يعني أحزاب أصلا يعني ما بينحكى بقى فيها أنه شو بجين عم بيطالبوا أنه فاقدين نفسهم انه نحن بدنا خير شو ما انت اصلا انجا موجود بالبرلمان واذا وجدت هو بفضل بعض القوى المعروفه شو جاي تقعد بدك تفرض رايك بالموضوع وتخربط حكومه والبلد واقف يعني انه من وين انه بعدين هيدي يعني في شيء فعلا ما عاد مسموح يعني ما بعرف لحد وين هالاحزاب هيدي اللي هون اكبر دليل على انه ما بهمها الشعب وما بهمها المصلحه العامه لانه هد هال هالاتيتيود هيدي واضح انه يعني في نيه بالعرقله واضحه. بعد الفاصل الكره ترمى مجددا بالملعب المسيحي، ليش دائما الملعب المسيحي خصب او مثل ما بيقولوا جسمه لبيس لتلبيسه كل المشاكل ومواضيع اخرى اقتصاديه واقليميه بعد الفاصل.